المسائل الثلاثة. مسألة تنبي. المسألة الأولى أننا لابد أن نفرد الله بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات. مسألة تيموي ركوجي بانيها تيموي كيينغ ترو جيجيك تا الله سبحانه وتعالى تيموي كوت الله سبحانه وتعالى كيجينا دال بنكار الله سبحانه وتعالى جينا دال يينغ ترو إبادت تو جمبوه كوت هاي الله سبحانه وتعالى تيموي كوت دال يينغ من ترو شريك تو جمبوه الله سبحانه وتعالى لاي. المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. لا نعبد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة عليهم السلام ولا الصالحين ولا أي أحد. مسألة تبي كيين ترو دنتا يين من ترو عبادة ترو يمبوه نعب سين أمبي الله سبحانه وتعالى تي دوشي نبي دوشي أنبياء دوشي para علماء يين من ترو عبادة ركو كروب سكارة ترو يمبوه بوكي لا. المسألة الثالثة بانها تبي لابد أن نتوسط في التعامل مع غير المسلمين. جام ما ترو يين أو مين كي أو جمو تهان كم أو لم يين نوبي دا يين تم نأ تم نون ركو فو أوي موي جي موي نعب سين نفي لهم بالعهود العهد اللي بيننا وبين يعني لا تعدى عليهم لا بالقتل ولا بالسب ولا بأخذ الأموال. هاي كوم بمن جانتا أو ين رن تتن جموي كي رهور طالت من كان كاب سملاب أري كوم من كان برحجا سي ينبي بكا تنغنن. ومع هذا جموي كنين هدا لا نتعرض لهم بالتعدي ما نتعدى عليهم. نعم ين كوم تأو جموتا كوم تفي أويدا هو حيت جيموي نن بوكي تنغ انو ندعوهم الى الله كي ييغ ترو امبيو نيو ري كو ناي نوم ببول بوكي اوي لا لا نشاركهم في اعياد في احتفالات في لباسهم هاي اوي دا سمكان ييغ كو چانج چام ييغ من ترو جو روم جيموي بوكي نو رول بركانا هاي دال كي من انويان دو لاي ندعوهم الى الله ونخاف عليهم من النار ننصح لهم ييغ امبيو نيو ري كو ببول كي ترو روك فلو الله គឺយើងប្រាប់គេហើយយើងខ្លាចពួកគេចូលក្នុងនរករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡា